الأخوات، إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. وستدهش إسرائيل حينما تسمعني الآن أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيست ذاك ومناقشته. السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعا بإذن الله. زي ما هوريكم دلوقتي مفيش حاجة اسمها اخوان مسلمين وجماعات اسلامية، كل واحد. مشاهدينا نحييكم من جديد في أول لقاء تلفزيوني معها منذ مجيء الإخوان وحتى أيضا بعد سقوطهم. سيدة جيهان السادات، خلينا ندخل بقى في موقف قطر. يعني أنا بتنقل بين الماضي والحاضر في محاولة لإيجاد صلة، بس موقف قطر تحديدا، خاصة أيضا أنه بتطفو على السطح شخصية شخصية نسائية يعني وبالتالي هسألك في هذا الموقف، وتطفو على السطح شخصية الشيخة موزة زوجة أمير قطر، يعني قبل أن يسلم السلطة لابنه، قبل أن يترك السلطة لابنه. بس موقف قطر هل يثير ألغازا بالنسبة لك؟ وهل قابلت الشيخة موزة وتحدثت معها؟ قابلت الشيخة موزة مرة واحدة، كان في عزاء الله يرحمه عزيز صدقي، وأنا داخلة أعزي مراته ليلى، فقالوا لي دي جوه عامله بارافان كده. فدخلت كان في عند عمر مكر، فدخلت لقيت الشيخه موزه اول مره بشوفها، وسلمت عليها وقدمتني ليها يعني الشيخه موزه وبتاع، فاهلا وسهلا وقعدنا. فهي شكرت فيا يعني، انا قالت لي احنا يعني الحقيقه ما ننساش موقفك مع المراه، وانت اللي شجعتينا وانت اديتينا مثل، يعني كانت رقيقه جدا ولطيفه جدا. يعني بتقتضي بيكي يعني بالظبط. فيعني مستغربه ازاي موقف قطر كده، يعني الحقيقه دول اخواتنا، يعني العرب احنا مفروض ما ننفصلش عن بعض مهما حصل، مهما كان في سياسات، لكن ازاي هم واخدين هذا الموقف من مصر؟ لكن هم واخدينه لانهم مع الاخوان، هم واقفين موقف مع الاخوان. مع الاخوان. طبعا 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 مؤكد. وشايفة هذا الموقف وصل يعني الى حد التآمر على مصر؟ يعني هنا شايفة موقف قطر حتى ليس انحيازا لفصيل، ولكنه وصل يعني الى حد التآمر على حزينة المسلم. حزينة ان انا اشوف بلد عربي مفروض احنا اخوات
مفروض احنا مهما كان اتصالهم بالاخوان ومهما كان ايمانهم بالاخوان ده رغبة شعب. يعني احنا الاخوان سابوا الحكم ليه؟ سابوه مش بناء عن شخص ولا اتنين ولا تلاتة، ده ملايين طلعت في الشارع عشان تؤيد الفريق السيسي. فيعني مفروض ان هم كانوا يحسوا ان الشعب مش عاوزهم، فيعني يعزوهم هم عندهم معلش، لكن عندنا لا. هنا بتعتقد ان قطر تلعب دورا ايضا لحساب الامريكان؟ طبعا هم عندهم والاسرائيليين، هم عندهم اكبر قاعدة في المنطقة للامريكان ما فيش شك، وطبعا متأمركين جدا جدا، يعني امريكا لها تأثير قوي عليهم ما فيش شك. وطبعا قناة الجزيرة اللي انا للأسف عملت معاهم مرة يجي 12 حلقة مع وغضب البعض لانه يعني كان حتى الحديث معاكي في نوع من العنف شوية، ولكن في كل الأحوال عملت معهم لقاءات. يعني عملت لقاء، لا يعني هو بالعكس أنا شفت إن هو عنيف، بس هو دي طريقته. يعني مش إن أنا يعني أنا مستغربة، يعني هو في أداب للحديث برضو، يعني إذا ما كانش هو عارفها مش هعلمها له أنا، فدي طريقته، لكن أنا طريقتي كده. يعني حضرتك الكلام عن الزميل احمد محفور بالظبط، حلقات شاهد على العصر بالظبط. لكن موقف قناة الجزيرة موقفها فظيع، يعني بتجيب حاجات غلط غلط غلط، يعني فيها غش للمشاهد حرام. يعني تجيب مثلا الاتحادية وتقول لك دي المؤيدين لمرسي بالملايين، سمعتها من كام يوم بس اما طلعت مظاهرة من حلوان بتقول في جابوا حتة منها كده، المذيعة بتقول وملايين الاخوان اللي طلعوا في المظاهرات 25 مليون طلعوا في المظاهرات تأييدا لمرسي. 25 مليون دي جابتهم منين؟ طالعين من حلوان؟ دي حلوان كلها ما تجيش مليون وشوية، جابوا ناس منين ال 25 مليون؟ يعني حتى الواحد يعني عن عدد سكان القاهرة كلها بالظبط 15 مليون مثلا، ده لو القاهرة كلها طلعت ما مش هتبقى 25 مليون. يعني حتى إذا يعني بالطريقة دي، يعني حاجة الحقيقة مؤسفة مؤسفة المبالغة. وناس كتير استقالوا، ناس كتير استقالوا من الجزيرة علشان خاطر عدم الأمانة في توصيل الكلام. أول ذكرى لشاه إيران الراحل لا يتم الاحتفاء بها الاحتفال بها هنا من قبل أرملته الشهبان وفرح ديبة، وخاصة ان كنت بتشاركي فيها دائما، لماذا؟ هل ده له علاقة بحكم الإخوان؟ طبعا اما جم الإخوان هي نفسها تخوفت جدا وقالت لي رأيك ايه، كلمتني وقالت لي رأيك ايه أنا شهبان وفرح ديبة شهبان في التليفون، رأيك ايه اجي ازاي، وفي يعني وخصوصا هي شيعة بقى وفي كان ناس في الاسلاميين ضد الشيعة وكده، فقلت لها انا رأيي ما تجيش دلوقتي. يعني انت اللي نصحتيها بإلغاء الاحتفال السنة بالزبط. دي يعني. قلت لها رأيي بلاش تيجي في الوقت الحاضر لما الدنيا تهدى وبتعالي ان شاء الله السنة الجاية تيجي، هو بيبقى في شهر يوليو. موقف تركيا ايضا رجب طيب اردوغان الذي يعني وصل من او انتقل من حالة الدعم للاخوان الى حالة محاولة تدويل القضية والتآمر على مصر، كيف تقيمين موقفه؟ أنا بستغرب عليه، يعني أردوغان ده أنا كان من الأول أما الإخوان جم مصر بقيت أقول يا ريت يبقوا زي أردوغان في تركيا، الإسلام اللي في تركيا الإسلام اللي هو يعني متفتح ومتنور، يعني يبقوا زيه وزي ماليزيا، يعني أنا تصورت هذا، لكن فجعت
في أردوغان ده، فجعت فيه الحقيقة. يعني إيه اللي إلا إذا كان فيه اتفاقات برضو كان على حاجات معينة، هم كان فيه تجارة معاهم مع حتى على مستوى الإخوان القيادات اللي فيه مع تركيا في موبيليات وحاجات زي كده، يعني هم ما عرفش ازاي وقفوا الموقف ده هو مننا، يعني الا اذا كان هو بيفكر بتفكير عقيم اقدر اقول عليه ان هو بيعيد الحكم العثماني بقى، وعايز مصر مثلا كانت ايام الاخوان هتبقى بقى تبعهم في انقرة ولا ايه. يعني كان تفكيره كان بيرسم يظهر رسم كبير تاني، وفشل، فشلت الخطة بتاعته، أفشلها طبعا موقف الشعب المصري ورا الفريق السيسي، طبعا بقى واقف ضدنا خالص. من قطر وتركيا موقف حماس وموقف الوضع في غزة، يعني في ضوء المخططات اللي حضرتك اتكلمت عنها انه الاخوان كانوا يخططون لاقتطاع اجزاء من سيناء وحل المشكلة الفلسطينية على هذا الأساس، وبالتأكيد يعني كان هناك اتفاق مع هل تعتقد أيضا أنه حماس تساهم في صنع التفجير في مصر على اعتبار أنهم إخوان فلسطين وأنهم امتداد لجماعة الإخوان؟ بلا شك بلا شك. يعني أنا بتمنى الشعب الفلسطيني ياخد حقه وياخد حقوقه ويبقى له دولة، وده من خلال الشعب الهادئ مع أبو مازن وفتح والجماعة دول. لكن حماس خرجت عن الأصول وخرجت عن كل شيء، بحيث أن التفجيرات اللي بتحصل في سيناء بيمسكوا فيها بعض حماس. النهاردة شفت على التلفزيون النهاردة جايبين مجموعة فلسطينيين من حماس كانوا بيعملوا تفجيرات في سيناء وقبضوا عليهم. فيعني حماس بدل ما تلعب دور انها تستنى تقف جنب مصر وان احنا هنساعدها في قضية فلسطين، اخذت موقف انها مع الاخوان ضد الشعب المصري، وعمرها ما هتكسب، عمرها ما هتكسب، لان برضو كرهناهم زي ما كرهنا الاخوان. لما شفت صورة الدكتور محمد مرسي رفعت على المسجد الاقصى، يعني كان من الصور اللي اثارت جدلا، يعني حتى حماس في إطار دعمهم الشديد لجماعة الإخوان وضعوا صورة محمد مرسي على المسجد الأقصى، وكأنه هو الذي قام بتحرير المسجد الأقصى الذي نحلم بتحريره طبعا. لكن مشهد من هذا النوع تتعامل معه إزاي؟ ناس عايشة مغيبة، ناس مغيبين بعتبرهم كده، عايشين في ياريت في الماضي، عايشين مش شايفين الحاضر إيه والتطور إيه والناس عايزة إيه ورغبة الشعب المصري عايزة إيه. مش عايشين دي، ومش فاهمين ومش حاسين. يعني اللي بيحكم البلد لازم يحس بنبض الشارع ونبض الرجل في الشارع والمرأة في الشارع. هم مش دريانين الشعب فين وهم فين، هم انفصلوا ولذلك فشلوا. فالحقيقة موقف حماس موقف سيء جدا جدا، ان اخ عربي يضرب اخوه المصري ويقتله علشان خاطر ايه في مخه ما نشفه. وانت حضرتك بتعتقد انه حماس يمكن ان تتورط في قتل جنودنا او اختطاف جنودنا على الحدود وفي سيناء؟ ايوه طبعا. طبعا يعني الرئيس الراحل أنور السادات تعرض للتخوين وإهدار الدم من قبل فصائل فلسطينية كثيرة ومتنوعة، يعني هم يصنفونه على الفور في تحت عنوان الخيانة والعمالة. بالظبط. خلينا ننتقل حضرتك البروتوكول مثلا، لأنه البعض قال أنه كان يجب على الدكتور محمد مرسي، هو رئيس لمصر يعني طبعا، يمثل مصر في الجلسة في الوقفة حتى في الحديث. انت يعني خليني قبل ما انتقل لده،
هل حضرتك لما تبقي زوجة رئيس الجمهورية بيعلموك البروتوكول ازاي وازاي يمكن ان تتحدثي وازاي يمكن ان تجلسي له قواعد معينة؟ والله ما حدش علمني دي ابدا الحقيقة، لا ما حدش علمنا ولا حد علمني ولا علم اللي قبلي ولا اللي بعدي، يعني ما عندناش دي، ما عندناش بروتوكول كده، بس بنمشي حسب الأصول، يعني كل واحدة بتعمل الأصول والواجب علشان خاطر بلدها أولا ثم جوزها ثانيا لأنه هو رئيس الدولة، تبقى هي يعني بجنبه بتأدي دورها يعني بحيث ان هي ما تنتقدش يعني ولا كده. تقييمك ايه لأداء الدكتور محمد مرسي كرئيس، خاصة انه كان في انتقادات في لغة الحديث عن الأصابع والحارة والحارة المزنوقة والأصابع، وأيضا في أكثر من مشهد يعني حينما التقى برئيس الوزراء استراليا وأيضا يعني هنا البعض أخذ على رئيس الجمهورية وأيضا اللغة في الحديث باللغة الإنجليزية أنه كان يجب أن يتعلم الكثير يعني. والله مش هي دي المهمة، هقول لحضرتك مش حركاته ومش حاجة، أنا كان يهمني الجوهر مش الحاجات السطحية أو الطريقة أو كده، لا أبدا، أنا يهمني جوهره كان يبقى للشعب، رئيس للشعب كله، محب للشعب كله، عاوز يخدم الناس كلها، مفيش فريقين، مفيش أهلي وعشرتي والناس التانيين مش بتوعنا، يعني مش ده اللي كان يهمني، إنه يلمنا كلنا واحد وبلد واحدة وإخوات كلنا ومصر تمشي وتنهض ونحصل التقدم اللي بيحصل في العالم. العالم بيتقدم بسرعة خطيرة وإحنا واقفين مكاننا كنا. فالحقيقة هو مش الحركات الجوهر يعني كان المضمون يعني المضمون حتى يقدم سياسات الناس كان بالزبط. كان يقدم سياسة للبلد، هي دي اللي تهمني أكتر. هل توقعت كل هذه المخططات المسلحة وكل هذه الأسلحة التي شاهدناها بعد فض الاعتصام؟ يعني أولا هاخد رأيك في فض الاعتصام، هل فض الاعتصام كان مطلوبا؟ لأنه البعض يقول أنه سالت دماء بسبب فض الاعتصام وكان من الممكن أن يترك الاعتصام وينفض من نفسه، ولا كان لابد من فض الاعتصام بعد أن ثبت أنه مسلح؟ لا طبعا كان لابد من فضه، اولا ما كانوش هيفضوا لو سبناهم، كانوا هيتطوروا زياده وزياده وياخدوا بعد رابعه يشوفوا حته تانية كمان يضموها، وكانت النهضه كانت هتمتد وتاخدنا احنا معاها. لا يعني كان شيء رهيب، في حاجه اسمها دوله داخل الدوله كان لازم تنفض، وبعدين قالوا لهم بالذوق وقالوا لهم 100 مره، وحتى يوم ما فضوها بالميكروفونات كانوا بيقولوا لهم، وانا شايفاها على التلفزيون بنفسي في النهضه بالميكروفون، اطلعوا سالمين، مش حدش عايزيكوا، يعني ما مش ممكن اكتر من كده، بنين متاريس وبتاع، ايه ده هي دوله داخل الدوله؟ ده فوضى لا يقبلها اي وطني لبلده ابدا. فطبعا بالعكس دي كانت الفض بأقل الخسائر الممكنة، وهم شاركوا في الضرب أكتر وفي القتل أكتر الإخوان. طبعا يعني هل تعتقد أن الإخوان يمكن أن يقتلوا بعض المعتصمين طبعاً عشان يزودوا فاتورة الضحايا؟ طبعا للأسف، أنا بقولها للأسف، يعني خسارة الحاجات دي كلها. وبعدين تكلمهم يقولوا لك لا ما فيش الكلام ده هم اللي بيقتلونا، ده الجيش هو اللي بيقتل العساكر. اقول لهم الجيش هيقتل اولادنا اللي في رفح، يقولوا لك الجيش اللي قتله، الجيش هيقتل ولاده ازاي؟ والحمد لله مسكوا اللي قتلهم واعترف وطلع انه برضو اخوان اسلامي متعصب. حتى محاولات إهانة الجيش وتحطيم الجيش، يعني تلعب الجماعة الآن ومعها قناة الجزيرة على الإيحاء بأنه الشعب والجيش يتصادمان، على الإيحاء بأنه يعني في إهانات شديدة توجه للقوات المسلحة وفي محاولة لتحطيم الجيش. عمرهم ما هيقدروا ولا هيجي لهم فرصة تحطيم جيش مصر، عمرهم مهما عملوا، لأن الشعب مع الجيش والشرطة، وأول مرة نشوف الشرطة والجيش إيد واحدة فعلا،
والشعب معاه ايد واحده، فلا يمكن يقدروا يتغلبوا على 95% من الشعب المصري اللي واقف جنب جيشه وجنب الشرطه بتاعته. لا يمكن، لا يمكن. طيب لما شفنا عليك حجم المخططات بقى المسلحة، إشعال النار في أقسام الشرطة، المذابح التي ارتكبت بعد ذلك، وحضرتك اتكلمت عن مذبحة كرداسة، هل صدمت من هذه المشاهد ولا كنت تتوقعيها؟ لا صدمت، صدمت، ما تصورتش انهم بالبشاعة دي بعد ما يقتلوهم يمثلوا بجثثهم. فأي دين ده اللي بيقول لك هذا؟ هل ده الإسلام؟ الإسلام بيقول لك تمثل بجثث الضباط والعساكر في كرداسة ولا في أسوان ولا اللي سحلوهم في أبو النمرس عشان شيعة وبيشتموا الأنبياء؟ انتوا مالكم؟ ده ربنا اللي هيحاسبه. يسحلوهم ولا حد يسمع بعد كده حاجة عليهم، ولا كأنهم سحلوا فرخة. يعني شيء رهيب الحقيقة، العنف اللي كان عندهم. طبعا حاجة يعني أنا عارفة أنهم عندهم عنف بس ما تصورتش بالشكل ده. لكن كل ما بيعملوا العنف ده، حول حضرتك، كل ما بيلمونا كشعب مع بعض أكتر، مع الجيش والبوليس أكتر، كل عنف يعملوا، كل مظاهرة يضربوا فيها ويقتلوا فيها، يعوروا فيها، يعطلوا الناس حتى في المرور فيها، كل ما بيلمنا كشعب وجيش وشرطة أكتر وأكتر. يعني كل ما بيجمعونا اكتر، بيجمعونا اكتر واكتر. طول ما بيعملوا الحاجات بتاعتهم دي بيجمعوا الشعب والمؤسسات. طبعاً يعني طبعا طبعا. طيب وحضرتك متوقعة انه قلت في البداية الاخوان انتهوا، لكن متوقعة انه تستمر بعض عمليات العنف ولا تعتقدي خلاص ان الاخوان لم تعد حتى لديهم القدرة لا على الحشد ولا على تنفيذ عمليات مسلحة؟ هم ليس لديهم القدرة على الحشد، ودي وضحت في كل المظاهرات بتاعتهم والمدفوعة، المظاهرات المدفوعة. لكن هم، عارف حضرتك لما يبقى انسان بيطلع في الروح بيعافر زي ما بنقول كده، فهم بيعافروا. لكن انا في تقديري ان هم اللي عملوه هيمحي الاخوان لمدة سنين على بال ما نقدر ننسى العنف اللي عملوه ده في الشعب المصري. ممكن يطلع شباب اخوان بريء بس ما عندهمش بقى السمع والطاعه بقى ويقفلوا مخهم. ما انت لما سمع وطاعه بقى ما بتفكرش، ما بتفكرش، ما بيخليكش مخك يشتغل. طالما انت بتسمع فتطيع فانت لا تفكر. لما يطلع بقى شباب مسلم متفتح ومتنور ويعرف دينه مظبوط وانه مش هو ده الدين بتاع العنف والقتل والارهاب اللي عملوه، ممكن يبقى لهم فرصة. ليه لا؟ ليه لا؟ اخواتنا وولادنا ما ننكرش، لكن مش دول اللي عملوا العمايل دي لهم اي فرصة بعد كده ولا اي تسامح. يعني انت حتى في المصالحة وهي القضية، مصالحة مع مين؟ مع مين حضرتك؟ مع اللي تلوثت ايديهم، مع اللي حردوا على القتل، مع اللي بيحردوا على العنف، مع مين المصالحة؟ المصالحة تيجي مع انسان هتعاون معاه عشان بلدي، نبني بلدنا سوا، انما مش نخرب بلدنا ونهدم بلدنا ونقتل اولادنا. لا، انت حضرتك شايفة انه لا مصالحة ولا يمكن ادماج الاخوان الذين ارتكبوا العنف في الحياة السياسية من جديد؟ لا، انا بعتبر ان لو في احزاب ليست متصلة بالدين، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ودي كان انور السادات بيقولها دايما، ما مش عاوز خلط بين السياسة والدين. وثبت لنا بقى السياسة مع الدين عملت ايه. لما يجي شباب اخوان وما عندوش الدين يطلع عاوز يشتغل سياسة، يشتغل، ده حقه، أولاد بلدنا حقه. لكن عاوز يشتغل دعوة، يشتغل دعوة ودين ويتفرغ ليها. لكن يخلط الاثنين ببعض ثبت فشله، ولا يمكن الشعب المصري هيقبل بعد كده أبدا. طيب يعني أنت متحمسة لعدم وجود أحزاب على أساس ديني؟ يجب طبعا أن ينص على ذلك في الدستور. لازم لازم ينص هذا في الدستور عشان ما تحصلش لنا مشاكل في المستقبل يواجهها أولادنا وأحفادنا. لازم.
وهذا التطاول منين؟ من الذين يدعون أنهم حملة الإسلام وحملة مشاعر الإيمان. ان ياخد ضد ولادي الصغيرين المغرر بيهم اجراء، عشان كده مسكت الروح. لكن اولادي الصغيرين المغرر بيهم هديهم الفرصة عشان يفكروا ويعودوا، لان مش عايز اوسع. وهذا التطاول منين؟ من الذين يدعون أنهم حملة الإسلام وحملة مشاعر الإيمان. اني اخد ضد ولادي الصغيرين المغرر بيهم اجراء، عشان كده مسكت الروح. لكن اولادي الصغيرين المغرر بيهم هديهم الفرصة عشان يفكروا ويعودوا، لان مش عايز اوسع.
لما شفتي بعض مواقف، طبعا كان في مواقف من السلفيين وبعض الجماعات السلفية، طبعا موقف حزب النور، حزب النور دخل في العملية السياسية ودخل في خارطة الطريق، لكن البعض بيتعامل معه على انه اخطر من الاخوان، لكن في وجهة نظر بتقول لابد من استيعابه في الحياة السياسية على اعتبار انهم اكثر تشددا فيما يتعلق بقضايا الهوية. يعني شايفة انه المواقف المتشددة لبعض السلفيين التي وصلت حتى في بعض الاحيان الى رفض النشيد الوطني وعدم الوقوف امام النشيد وتحية العلم. هقول لحضرتك، السلفيين اللي ما بيحترموش تحية العلم وما يحترموش النشيد الوطني بتاع بلدهم ما يشتغلوش في السياسة، يشتغلوا في دعوة، وهم برضو أبناء الشعب يشتغلوا في دعوة وينجحوا فيها كدعوة. لكن عايز تشتغل سياسة تؤمن بالبلد وتحترم القوانين وتحترم الدستور وتحترم العلم وتحترم النشيد الوطني وتحترم المؤسسات كلها، عاوز تشتغل في السياسة تكون زيك زينا، لا عايز تعمل لك شكل جديد، لا، غير مقبول، غير مقبول. هعود معاك تاني للماضي واخفف شوية. يعني الحديث عن انه جيهان السادات كانت تكره ام كلثوم لانه ام كلثوم هي السيدة الاولى، يعني اذا قرنت باي حد على اعتبار انه يعني تصل للقلوب وانه ربما كمان ادت بعض المهام، هل ده نوع من الغيرة من ام كلثوم وهل كان في بعض الكراهية؟ يعني هل هذا الكلام له اساس من الصحة؟ نهائي. هقول لحضرتك، اولا انا ما عنديش غيرة من اي شخص نهائي في حياتي، الحمد لله عندي ثقة في نفسي وعمري ما غيرت من حد. ام كلثوم كانت صديقة وكنت بحبها جدا وبحب اسمعها وكانت بتزورني كتير في بيتي، فانا عمري ما كنت بقيت حتى في مرضها في الاخر لما كانت مريضة اقول لها قومي، عايزة اقومها بشجعها يعني انها تتمشى، هتمشي يلا معايا ونتمشى شوية نص ساعة كده، وإلا تعرفي بقى اللي هخلي الاشاعة اللي طلعت دي تبان فعلا حقيقة تضحك الاشاعة ان احنا مختلفين يعني وكده. لا، ام كلثوم كانت سيدة عظيمة وقامت بدور عظيم ووطني ايام الحرب وعملت لمت فلوس وغنت في بلاد، كانت بتساعد في ايام الحرب يعني ان هي تغني وتجيب الفلوس لمصر وكده، فقامت بدور رائع الحقيقه. لا، انا ام كلثوم كنت احبها جدا. اللي قوم هذا الدور حد من مش عايزه اقول اسامي في 15 مايو لما لقوا ام كلثوم محبوبه وجيهان السادات ابتدت الناس تحبها فحبوا يضربونا ببعض، لكن لا هي اهتمت ولا انا اهتميت خالص. وكان علاقة عن مجموعة 15 مايو اللي هم انصار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، يعني اللي دخلوا السجن في 15 مايو. طب حتى وصل هذا الكلام الى حد انه هي طبعا السيدة ياسمين الخيام بصوتها ليست في، يعني هي حتى تعلم ذلك انها لم تصل الى حجم ام كلثوم، لكن قالوا ان انت حاولت تجيبيها كبديل لام كلثوم. يعني اولا ام كلثوم مش هيبقى لها بديل ابدا، شخصيتها وصوتها ملهاش بديل ابدا، لا تعوض. يعني ياسمين الخيام كانت بتزورني حرم رئيس جمهورية لبنان، وكانت ياسمين الخيام مرافقة ليها لانها كانت موظفة في مجلس الشعب، فكانت مرافقة ليها وجات لي القناطر، وبعدين انا وانا قاعدة معاها قالت لي ده على فكرة البنت اللي معايا المصرية دي صوتها رائع، قعدت تغني لي في السكة واحنا جايين لك لغاية القناطر صوتها رائع فنفسي تسمعيها. فقلت لها حاضر، وندهتها كانت في اوضه المكتب، تعالي يا فلانة، اسمي افراج، كان اسمها افراج، تعالي افراج الحصري، تعالي اقعدي، وسمعتني. حقيقي صوتها جميل، بس طبعا مش مستوى ام كلثوم لا يمكن، لكن صوتها جميل جميل. فجيت حكيت لأنور، بحكي له بقول له ده في بنت عندكم في مجلس الشعب صوتها روعه ومش عارف،
فطلب رشاد رشدي الاول سماحها مع والدها الشيخ الحصري. قلنا هنا في البيت هنا وفوق في التراس. يعني والدها الشيخ الحصري لم يكن رافضا لغنائها يعني في الاول؟ هو كان متأزم شوية، لكن لا ما كانش رافض بمعنى رفض، وإلا كان منحها. فسمح أنور فعجب صوتها قوي، فقال للرشاد رشدي وهو كان ماسك أيامها حاجة في الفنون والثقافة والحاجات دي، فقال له تبناها لأن دي صوت جميل يعني احتضنها يعني، فهو اللي سماها حتى ياسمين الخيام، وفعلا ابتدى يظهرها في الحفلات بتاعة الكونسرفاتوار، وتيجي هي اللي تغني ومش عارفة ايه، لغاية ما اشتهرت وبقت فنانة مطربة يعني. لكن مش هضرب ام كلثوم بيها لا، ولا التصميم، لانه كان في اتجاه تاني بيقول لا ده هي السيده جانسا صممت، لانه والد السيده ياسمين الخيام شيخ شهير يعني فهنا يعني حتى تقول للمجتمع يعني انه حتى الدين لا يتعارض مع الفن. لا لا لا، لما جاش في ذهني حاجه زي كده ابدا. انا كنت بحترم والدها، وأنور السادات كان يحب صوته قوي قوي الشيخ الحصري، وأنا كذلك. وهو أبوها لو قال لها لأ فكانت هتسمع كلامه وما تغنيش، لكن أبوها وافق. سيد منصور حسن لأنه توفاه الله منذ يعني أشهر قليلة، وهو كان أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة قبل أن ينسحب، بل أنه في البداية كان مدعوما من جماعة الإخوان قبل أن يتخلوا عنه. بس السيد منصور حسن تحديدا ايضا يقال انه السيده جيهان السادات هي التي جاءت به لضرب صلاحيات ونفوذ حسني مبارك حينما كان نائبا لرئيس الجمهوريه، عشان يعني تحددي صلاحياته وتقيديه يعني. لم يحدث هذا. وبعدين عايز اقول لحضرتك انور السادات كان فلاح في بيته، يعني كلمته هي اللي تمشي مش انا اللي همشيه. انور السادات كان له يعني معروف انه سياسي ومخ، ويعني مش جيهان السادات اللي هتمشي انور السادات ابدا ابدا، لا يمكن، ده انا ما اقبلهاش، فما بالك هو لا يقبلها. منصور حسن هو كان عاوز يبتدي يعني مؤمن بيه كشخصيه، وكان عايز يلم يعني زي ما بيقولوا يلمعه يبقى رئيس وزارة الأول، وبعد كده يعني يتطور في المناصب يعني. بس معظم المجلات العالمية بدأت تتحدث عن الرجل القادم، الرئيس القادم منصور، حتى غلاف مجلة الحوادث الشهير. ممكن لكن مش يعني ما كانش في خلاف بينه وبين حسني مبارك. أنور السادات ما كانش مختلف مع حسني مبارك يعني حيشيل ويجيب منصور حسن، لا لا الحقيقة لا، هو كان يعني بيحبها. طب هل معقول لكن الرئيس الأسبق مبارك حينما كان نائبا لرئيس غضب من نفوذ منصور حسن؟ أيوة دي حصلت فعلا، ومنصور اللي حكالي قال يعني ما كانش بقى يعني عايز يشوفه تقريبا في أي حاجة، ولذلك ما ادالوش حتى منصب بعد وفاة أنور السادات، وهو شخصية مرموقة ووجه مشرف. قعدوا في البيت؟ قعدوا في البيت طبعا، فيعني الحقيقة ما ادالوش فرصة أبدا، مع أنه شخصية ممتازة كان الله يرحمه، ثقافة وسياسيا وخلقا وكل شيء. الحقيقة كان الرجل ده ممتاز. هختم بسؤالين تاني عن الإخوان. السؤال الأول اللي ممكن يجي للأذهان، إن هل تتوقعي يعني أنت بتتوقعي عودة الإخوان، لكن البعض بيتوقع لا إن الإخوان يمكن أن يعودوا حتى من خلال صناديق الانتخابات يجيدون لعبة الانتخابات، هل تتوقعي عودة الإخوان بعد سقوطهم في ثورة 30/6؟ لو عادوا هيعودوا بعدد قليل جدا، يعني ما افتكرش هياخدوا ابدا النسبه اللي كانوا بياخدوها نهائي بعد اللي عملوه، يعني التخريب اللي عملوه والحرق اللي عملوه واقسام الشرطه اللي حرقوها والناس اللي موتوها، ياخدوا ازاي؟ هياخدوا عدد قليل برضه بالشطاره بتاعتهم بالزيت والسكر والدقيق، هو ده اللي يقدروا ياخدوا بيه يعني، ده الحاجه الوحيده. ما كانوا بيقولوا للناس احنا عندنا، حضرتك ما تنساش ان عندنا فئه مش متعلمه جهله خالص وفقراء،
لما يقول له انت رايح الجنة لو انتخبتني ورايح النار لو ما انتخبتنيش، ويصدقوه. ده في الصعيد هقول لحضرتك اللي هو اكثر من هذا، الاقباط عندهم النور سيدة ولا حاجة كده يعني عندهم، فبقولوا لهم احنا انتخبوا النور او حاجة زي كده. فطلعوا الاقباط ينتخبوهم على انهم يعني يدوم اصواتهم. مش فاكرة القصة بالظبط، لكن الاقباط بعض الاقباط في الصعيد ادوا اصواتهم للاخوان على اساس ان هم حاجة من ناحية السيدة مريم. بمناسبة الحكاية دي، والدتك ظلت على يعني تأكيدا للتسامح يعني ظلت على مسيحيتها يعني اعتناقها للدين المسيحي، مع انه معظم الذين يتزوجون مسلمين في المجتمع المصري بتأخذ على طول ديانة او بتنتقل بالطبيعة يعني لديانة زوجها. هقول لحضرتك، والدتي كانت مسيحية انجليزية، ولكن رمضان كانت تصوم معانا، ما كانتش تروح كنيسة أبدا احتراما لوالدي، أو مش احتراما يعني كانت بتصلي هي في أوضتها، لكن طلعتنا يعني بنعرف الدين الإسلامي ونصلي. يعني أنا كنت بصلي وأنا طفلة صغيرة وبنصوم وكل ده طبعا لشخصية والدي، وهي برضو كانت بتشاركنا عشان احنا مصريين وابونا مسلم واحنا مسلمين، فلازم نطلع زي ما كل الناس بتتربى يعني وتطلع. بس ده يعني تاكيدا للتسامح يعني هي طبعا طبعا طبعا، وانه في النهايه يعني الدين ده علاقه بين الانسان. انا هقول لحضرتك، وانا طفله في بنت في الفصل معايا قالت لي انت ليه مسلمه ومع ان مامتك مسيحيه ليه؟ فانا ما فهمتش، كنت طفله 7 سنين 8 سنين، فروحت البيت لمامتي قلت لها ليه يا ماما انا مسلمه وانت مسيحيه بيقولوا، وانا كنت في مدرسه تبشيريه انجليزيه يعني في الروضه، كانت المدرسه الوحيده للبنات هناك، وكانت بيديرها اقباط يعني وانجليزيات، النظره كانت انجليزيه والمديره انجليزيه. فامي يومها قالت لي بصي، في ربنا واحد للمسلم والقبطي، المسيحي والمسلم واليهودي، فربنا واحد كلنا بنعبده، فما فيش اختلاف ابدا في الاديان، انك تحترم الدين الاخر وتمشي حسب الدين بتاعك. فيعني طلعتنا عندنا تسامح، عندنا حب واحترام للاديان الاخرى، يعني بنعمل باللي بيقول عليه الدين بتاعنا، اسلامنا بيقول ايه وطالب مننا ايه، بندي كل واجباتنا وفي نفس الوقت بنحترم الاديان الاخرى. طيب عايز اسال حضرتك سؤال اخير، معظم الذين شاركوا حتى في اغتيال الرئيس الراحل انور السادات دخلوا السجون ثم خرجوا من السجون بعد انتهاء المدة، ولكنهم مطلوبون الآن وسيعودون إلى السجون، يعني شايف هذه الحالة يعني قتلوا الرئيس الراحل أنور السادات، قعدوا في السجون عدة سنوات تصل يعني للعشرين والخمسة وعشرين والثلاثين سنة، والآن معظمهم أيضا مطلوب وربما يحكم عليه يعني ويدخل السجن. الله أقول لحضرتك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنور السادات كان رجل مؤمن واتظلم كتير يعني ما خدش حقه خالص، فربنا بيجازي بقى الأسباب دي، عشان ولو إن عايز أقول لحضرتك أنا غير يعني مانيش بتاعت انتقام ولا إنيش أفرح ولا أشمت في رجوعهم سجن ولا حاجة، لا أبدا خالص، بالعكس يعني بقول ان كل واحد بياخد اللي بيعمله بيدفع ثمنه. في تعليق اخير، تعتقد انه زمن الاخوان انتهى وان مشروعهم سقط في مصر، وما دام سقط في مصر سيسقط في اي دولة مجاورة لان مصر هي الدولة الام بالنسبة لهم، تعتقد انه مشروع الاخوان سقط وانتهى؟ نعم نعم، وزي ما قلت لحضرتك اذا طلع شباب على إسلام حقيقي
ما فيهوش عنف، ما فيهوش قتل، ما فيهوش حرق، ما فيهوش، في انتماء للوطن وانتماء للشعب المصري، ممكن يبقى له فرصة. لكن فيما عدا هذا لا يمكن يرجعوا، لا يمكن، لا يمكن. سيد شاهين السادات، بتوجه لحضرتك بالشكر، ألف شكر، وأعتقد أنه كان مهما أن نستمع إلى شهادتها، لأنها يعني عاصرت أحداثا مهمة، يعني بدأت حتى بخروج الإخوان من السجن في عهد زوجها الرئيس الراحل أنور السادات، وحتى إلى ما انتهينا إليه في المشهد الأخير، وهو عودة الإخوان للعنف المسلح وهذا الإرهاب الذي شاهدناه. أعتقد أنه هذه الشهادة مهمة للغاية، وهي أول شهادة لها منذ مجيء الإخوان للحكم. أنت كنت حضرتك فضلت ما تتكلميش طول ما الإخوان في الحكم. أيش هل يعني بتريحي؟ قلتي ده يعني إراحة للنفس ولا خوف؟ لا. من لا، ما فيش خوف، أنا ما عنديش خوف خالص إلا من ربنا سبحانه وتعالى. لكن كان عدم إيمان بالوضع اللي موجود، فصمت، فضلت الصمت، فضلت الصمت. حتى صمتها مثير للجدل. السيدة جيهان السادات في شهادة مهمة جدا، بتوجه لكم بالشكر، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.